A égale sinus au carré de 33 degrés plus 3 fois tangente de 50 degrés fois tangente de 40 degrés plus sinus au carré de 57 degrés. Voilà, donc je vais en dire شنو هما الحوايج اللي غادي نخدموا بهم هنايا. فوالا يلا شي واحد فيكم يهضر يقول لينا شنو غادي نديروا هنايا. فوالا مكاينش مشكل نديرو الرابيل ياك كم نتوما باش نعاود نديرو الرابيل بالتخيل اللي كنا درنا. اوكي فوالا لكم شي رابيل هنايا. استاذ السلام عليكم. وي استاذ عافاك دير ليهم واحد الغابيل ديال لا غولاسيون اونتر لي زونغل كومبليمونتير. فوالا غادي نديروها كلهم هنايا دابا كلهم غادي نحطهم حيت هما اللي غيخدموا بهم في هاد الاجوبه اللي كاينين هنا. فوالا جزاك الله خير قبل ما تديروا التصحيح. فوالا دونك غادي هما هادو اللي غادي نديروا هنا نديروا رابيل ياك فهاد التريونغل هذا غادي نرجعو تاني نكتبو كلشي وحده وحده. فوالا اذا درنا هنا سينوس دو الفا اش غادي تعطينا سينوس دو الفا؟ استاذ سينوس دو الفا قابل على الوتر دونك هو اسي سور بي سي فوالا كوسينوس دو الفا AB sur BC. Bien. Voilà. Sinus de bêta. Sinus de bêta. AB sur BC. BC, très bien. Cosinus de bêta. AC sur BC. AC sur BC. فوالا دونك هنا قلنا كنلاحظوا ان هنا كاين ا سي سور بي سي وهنا كاين ا سي سور بي سي. اوكي دونك اش كنلاحظوا غادي نلاحظوا بلي راه سينوس دو الفا يقال لك سينوس دو بيتا. فوالا دو بيتا. فوالا دونك انا كوم غومارك سينوس دو الفا يقال لك سينوس دو بيتا. مزيان هنا اشنو قلنا الفا بلس بيتا شحال كيساوي الفا بلس بيتا هادي زائد هادي تا غيساويو اشنو هو المجموع تساوي 90 حيت المجموع ديال الزوايا ديال المثلث كيساوي 90. اوكي فوالا دونك اشنو غتساوي بيتا تساوي 90 درجة ناقص الفا ناقص الفا تخيل درجة ناقص ألفا. فوالا دونك اشنو غادي ندير غادي ناخد هادي وغندير إيكال وغادي نكتب كوسينوس بلاصة بيتا اشنو غادي نكتب غادي نكتب هادي. أوكي ألفا فوالا غادي نهزها كلها فوالا نهزها بلاصة هادي فوالا غادي نهزها كلها هكا فوالا ناقص ألفا هي اللي غادي نحطها انا شتوها درت ليها كوبي كولي ما درت والو انا ها هي 90 ناقص ألفا. دونك اشنو لقينا هنا شنو هي العلاقة اللي لقينا هنا لقينا هنا كخلاصة ديال هادو شنو لقينا لقينا بلي راه كوسينوس ديال 90 ناقص ألفا كتساوي سينوس ديال ألفا. مزيان سينوس ألفا أستاذ أعطيهم مثال الله يرضي عليك أعطيهم مثال كتبوا غير حدا هذاك باش يأكدوا المعلومة. فوالا أعطيني حافظة شي مثال أش غنكتب أنا أعطيك واحد أعطيني حافظة مثال زيد أعطيني حافظة مثال زيد كوسينوس ديال أش غادي نكتب كوس 15 ألفا ألفا أعطيها اللي بغيتي غير خصك تكون محصورة بين 0 و 90 15 دوغري
degrés. Voilà, on dira 15, voilà, on dira 15, donc moins 15 degrés. Voilà. Égal à ce qu'on va dire que c'est bon, on a sinus de H. Voilà, 15. Voilà, قلنا فاش كنديروا الفا كنديروا الفا انا فوالا وكنحسبوا فوالا شوفوا مزيان فاش كنحسبوها تعطينا كوسينوس دو اش 90 ناقص 15 شحال تعطينا 75 ايغال سينوس دو سينوس 15 دو 15 فوالا مزيان مفهوم ياك فوالا او غادي نديرو بلا ميم ميثود هاد لا ميثود اللي درنا بنفس لا ميثود غادي ناخذ سينوس 90 ناقص الفا واش غتعطيني في هاد الحاله كوس دو الفا مزيان فوالا فوالا دونك كاينين هادو وكاينين ديال الطانجونت ندوزو للطانجونت ياك فوالا ندوزو للطانجونت طانجونت دو الفا اش كتساوي طانجونت دو الفا هو المقابل على المحادي ياك طانجونت دو الفا المقابل على هادي اللي هو ا سي سو ا بي فوالا او طانجونت او طانجونت دو بيتا اش كتساوي طانجونت دو بيتا هو المقابل اللي هو ا بي على المحادي اللي هو ا سي مزيان فوالا فاش غادي نهزو هادي غادي نقلبوها غادي ندير فيها ان سور طانجونت دو الفا اش غنديرو هادي غادي نهزو نقلبوها اش غادي تعطينا AB sur AB sur AC AC voilà donc on a acheté le quina le quina veut dire AB sur AC et AB sur AC voilà donc tangente de bêta égale à 1 sur tangente de alpha voilà on a fait cette même cette façon qu'on a fait ça donc tangente de 90 ناقص الفا كتعطينا واحد على الطونجونت الفا مزيان فوالا دابا غادي نجيو نطبقوا هاد المعلومات اللي قلنا غادي نطبقوهم على هاد ليكزيرسيس اللي تحت قدامنا فوالا نطبقوا على هذا دونك شنو غنديرو هنايا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس هذا هنا شنو كاين هنا عندنا سينوس او كاري ديال 33 ياك فوالا شنو غتعطينا فاطمة الزهراء شنو غنكتبو هنايا Voilà, sinus carré. Donc, la tête latine est 90 moins H. Moins la tête latine. Là, je suis la tête latine. 33. J'ai 33. J'ai 33. Et 90 naqis H. ما كتعرفوش تحسبوه خليتي سينيس راه لا خليت سينيس باغي غير 33 33 كتساوي 90 ناقص شنو اشنو غادي نعمر هنا ولكن هاتي غاتيهم فهمتي شويه وقيت الله اعلم علاش لان مثلا سينيس 33 نورمالمون هما اللي بغاو يبدلوها ودرتي ليهم
تسعين وبداو كيقلبوهم على الزاوية الأخرى اللي كتكملها باش تعطي 690، ربما تقدر تجيهم شوية صعيبة والله أعلم. فوالا دونك أشني هي الفكرة المقترحة اللي كتكون أحسن؟ المهم أنا الفكرة المقترحة اللي عندي، أول حاجة يديروا بعدا لو كلاسمون يرتبوا، أها يرتبوهم حدا بعضياتهم. أييه فوالا، ملي بدلو ملي رتبوهم حدا بعضياتهم، وشنو هو الكريتير اللي غيخدمو بيه باش يرتبوهم؟ فوالا غيعتمدو على دوك الجوج الزوايا اللي كيعطو 90. أوكي أييه فوالا مزيان فوالا، حيت الجمع تبادلي، الجمع تبادلي، وخا يغيرو الأماكن ديالهم كيبقى هو هذا. تخي بيه فوالا، هي الفكرة. طب مزيانة التلاميذ، مزيان ياك دابا رتبناهم درناهم مجموعة ياك مكاينش المرحلة الثالثة. اها من بعد المرحلة الثانية هي دابا ولات عندي سينيس او كاغي 33 بلي سينيس او كاغي 57، شنو غادي يديروا ليها؟ وي وحدة غيخلوها في الكيلي اها، والاخرى غادي يغيروها، هما عندهم لو شوا، سوا يحتفظوا بالسينيس الاولى سوا يحتفظوا بالسينيس الثانيه. كي بوزو السينيس الاولى يحتفظوا بها، دونك غادي يخلوا السينيس 33 اها، غتبقى هي هي في الكيلي اها، والسينيس الثانيه غادي تتغير. اها السينيس الثانيه غادي نزلوا ليها القوس كاغي ديال 90 ناقص 57. فوالا مزيان، دونك شنو نخلو الاولى ياك، نخلو الاولى من حيث هاد الطريقه، واخا يكون الانسان في ميد ما فاهمش بحال كيوظف الكور الثاني حرفيا يوظفو، وكي غادي معاه بشويه بشويه بنفس بالمراحل كامله ما كيغلطش نهائي. فوالا دونك شنو نكتب هنا؟ يوظف داكشي اللي قدام عينيه. فوالا دونك هنا غادي نغيرها، سينيس او كاري 57 غنطبق عليها القاعده اللي درتي ليهم دابا في الغابين. فوالا دونك شنو غادي نكتبوا هنايا بالضبط؟ يا شحال؟ 90 ناقص 57 يا شحال؟ 33 كوسينوس ديال 33 ياك؟ فوالا دابا صحيحه. فوالا ندوزو للثانيه 3 طونجونت، وخصهم يفهموا بانه ملي كيكونوا هادوك قرابين من بعضياتهم اللي كيكونوا كومبلمونتير، راه عندي لو شوا بجوج بيهم نقدر نغيرهم، ولكن ما نقدرش نغيرهم او ميم طون. عندي لو شوا نغير اما الاولى اما الثانيه، يعني سواء نغير الاولى سواء نغير الثانيه. تخي بيان فوالا مزيان، وبجوجهم غادي تعطي نفس الريزولتا. اها مزيان فوالا، دونك وصلتكم فكرة ياك؟ باش التلامذ ما تبقاش عندهم ديك البيرتورباسيون في راسهم، يقول لك علاش الأستاذ غير لينا السينيت وما غيرش لينا الأولى، راه بحال بحال، وحدة نحتفظ بها وحدة نغيرها. فوالا دونك وصلكم فهم ياك؟ بحال الطونجونت، عندي الطونجونت 50 في الطونجونت 40. 40 دونك شنو نديرو انا؟ 40 و50، إلا جمعت 40 و50 غنلقاهم كومبليمونتيغ تيساو 90. فوالا. دونك ملي بجوجهم تيساو 90 عندي لو شوا، وحدة فيهم نحتفظ بها ووحدة نغيرها. فوالا. ما عنديش الحق نغيرهم بجوج بهم. فوالا دونك شنو؟ حيت إلا غيرتهم بجوج بهم غنبقى دائما في السؤال المطروح. مزيان، كنظن واقيلا الفكرة وصلت عندكم ياك؟ فوالا دونك شنو غادي نكتبو بالنسبة للطونجون الثانية؟ شنو غادي نكتبو؟ فوالا ان سيغ طونجون تخي بيان 50. من بعد دونك هادو شنو غادي يعطونا؟ هاد الأولانيين هادو سينيس او كاري ديال 33 بلس كو سينيس او كاري ديال 33. تخي بيان هي ان بلس 3، علاش غنديرو غير
ان سامبليفي و 3 فوا 1 سامبليفي بار لا طونجونت فوالا دونك فوا 1 دونك اذا جمعناهم غادي يعطونا شحال 4 4